أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل بريته، العبد المؤيد والرسول المسدد، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما أولهم وأفضلهم مولانا أمير المؤمنين وآخرهم ومظهر شريعتهم الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نأخذ من وقتكم بعض الوقت، بعض جانب، وهذا البحث المختصر حول فلسفة البكاء، ولا سيما البكاء على أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذ برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ورد في الخصال الشيخ الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين بكت على مصاب أبي عبد الله عليه السلام. وورد في البحار ومجمل صحاح قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا بكت على مصاب الحسين عليه السلام، فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا الإصرار من النبي صلى الله عليه وآله وحتى الأنبياء من قبله على البكاء والجزع على الإمام الحسين سلام الله عليه دون غيره؟ لم يرد أبداً أن النبي صلى الله عليه وآله بكى لمن يقتل من بعده إلا على الحسين سلام لم يرد بأن النبي صلى الله عليه أمر الناس أن يبكوا لما بعده وللدهور إلا على الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم أمر بالبكاء على حمزة سيد الشهداء في وقته في آنه، ولكن البكاء على سيد الشهداء لم يرد إلا خلال هذه المدة، وقال إلى يوم القيامة. إن هذه الرواية التي ربما البعض يعني يعطيها جانب من قوة والبعض يعتبرها غير يعني متواترة، إن في قلوب إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تطفئ أبدا بهذا المعنى. ثلاث محاور بسيطة خلال هذه العجالة، محورين مختصرتين ومحور ثالث شوية أفصل فيه. المحور الأول مسألة البكاء. لماذا نحن مدعون للبكاء؟ لماذا يبكي الإنسان؟ ربما الجانب الأول هو الإنسان يبكي إذا حصل على ضرر ذاتي على نفسه أو ظلم وقع عليه، حتى مسألة إذا فقد شيئا ثمينا أو اشتاق إلى شيء يبكي، وهذا بكاء مشروع صحيح. إذا وقع ظلم عليه على ذاته وفقد شيء أو عز عليه واشتاق. ثانيا إذا رأى ضررا أو ظلما واقع على الآخرين
أو على الأيتام مثلا، أو على الأرامل مثلا، على الضعفاء، قتل الأبرياء، قتل المؤمنين، هذا أيضا يستدعي البكاء، الإنسان يبكي. البكاء الثالث الضرر الواقع على الدين، على القيم الإلهية، على المثل. هذا البكاء أسمى من البكائين الأوليين. هذا البكاء يرتقي بالإنسان. مسألة حتى عندما يرى بأن الدين وصل إلى 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 فوزا أيضا يبكي، لأنه فعلا كان الدين مظلوما، والآن آن له أن ينهض ويأتي إلى الفوز. والبكاء الرابع ومسألة وهو الأرقى إطلاقا، هو البكاء حسرة على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا البكاء الأعلى والأرفع درجة إطلاقا، وهو البكاء على ما فرطت في جنب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعني بالنبي صلى الله عليه وآله، العين التي تبكي خشية الله سبحانه وتعالى. لأن حقيقة الإنسان يسمو بهذا، الإنسان يسمو عندما حقيقة يعرف ذل عبوديته وعز الربوبية، بذلك طبعا يستطيع أن يفهم. هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا البكاء يرفعهم، هذا الخشوع يعطيهم طاقة، هذا الخشوع والبكاء يرفعهم إلى 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 مراتب أعلى. وكذلك في الآية من سورة مريم: وممن اهتدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كذلك حقيقة عندما يتحرون حقائق الدين ومعاني كلام رب العالمين يخرون سجدا وبكيا، عندما تقشعر قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو مغزى الإنسان يرتقي، وهذا هو معرفة الإنسان للحق، عندما يعلم أنه حق من عند الله سبحانه وتعالى. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى شنو؟ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، معرفتهم. شوف هذا الإجلال، هذا الذي يفتح لهم هذا المسار إلى الله سبحانه وتعالى. وورد في الإرشاد للديلمي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا. الإنسان المتقي، الإنسان العالم العارف، والإنسان الذي حتى لو ابتسم حتى لو ضحك ولكن قلبه لا زال يرى بأنه إنسان ناقص، يرى بأنه هناك آمال يجب أن تتحقق، الدين يجب أن يظهر، السمو الإنسان لم يصل إلى السمو المطلوب. هذا هو مغزى أن الإنسان يكون ربما ضاحك مستبشر من جهة، ولكن من جهة ثانية هو قلق على أنه هذا الدين يجب أن يرتقى. وكما طبعا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فالمتمتعون من الدنيا تبكي قلوبهم وإن فرحوا، ويشتد مقتهم لأنفسهم وإن اختبطوا ببعض ما رزقوا. الإنسان يرى دائما نفسه دوني، هذا الإنسان. الناس الذين يرتقون إلى المعالي هم الذين تجدهم، هؤلاء الأولياء طبعا من أنبياء وأصفياء وما إلى ذلك، الذين يكونون في ذات شخصيتين، تراهم شخصية في النهار في قبال الأعداء يكونون ليوثا، تراهم كأن إذا رأيتهم تراهم كأن هذا الإنسان جبار ظالم، هذا العلو والرفعة يعني الشموخ الإنساني. ولكنهم في الليل تراهم كرهبان، كأنهم أذلاء، هؤلاء الذين يبكون في الليل. المحور الثاني بشكل مختصر: لماذا التأكيد على البكاء من أجل حسين؟ عرفنا البكاء خشية لله، ولكن مسألة هذا المسألة التي أنه
مسألة البكاء على الحسين، من خرجت كذا دمعا من عينه كجناح بعوضة مثلا ضمن الجنة أو ما إلى ذلك. كثير من الروايات التي سمعتموها من الخطباء خلال هالأيام العشرة. لماذا هذا التأكيد؟ يأتي ذلك لأن عظمة هذا الشأن في جانبين، في رفعة الإنسان ذاته، وأيضا إعطائه الحركة، إعطائه المنهج والحركة. البكاء على الإمام الحسين صنفين، وإحنا لما نأتي إلى أيام عشرة محرم عندنا صنفين من البكاء، والناس التي تستقبل القراءة الحسينية والمصائب والخطابة لمصائب أهل البيت، هناك صنفين من الناس. هناك صنف يكون بكاؤه سلبيا صحيح، قد يثاب لأنه أقبل على مأتم أبي عبد الله الحسين، ولكنه فقط يجزع، فقط يحزن، فقط تدمع عينه. هذا البكاء لا يرتقي بالإنسان. نعم، هذا البكاء في الأصل مطلوب للأطفال، للناشئة، للشباب، عشان يقبلوا على هذه المجالس. ولكن بكاء بأن أبي عبد الله شخص كان مظلوم، قتل ولده، قتل رضيعه، هذا البكاء محدود القيمة، محدود القيمة، لا يرتقي بالإنسان. عند والله زينب سلام الله عليها مثلا، امرأة من جملة النساء، مثلا امرأة مثلا تسبى كذا. اليوم نرى مثلا شكد من النساء اللاتي سبينا من الإزيديات مثلا في العراق مثلا هذه الأيام، من غير حتى المؤمنات سبينا كثير من النساء. لكن الجزع على السيدة الحوراء وعلى ذلك، هاي مسألة أخرى. البكاء، ذلك البكاء ليس هو البكاء الذي ورد على لسان أئمة أهل البيت، لا، مو هذا البكاء. البكاء المطلوب مسألة أخرى. المشكلة هنا بأنه مأخوذ على بعض يعني الآن قليل أقل إن شاء الله، بعض الخطباء، بعض الرواديد، مسألة أنين ثكالة، دائما يركزون على مسألة أنين ثكالة. والله الإمام الحسين شفتوا أنه شخص مثلا شلون يقتل ولده كذا، شلون كذا، يعني كأنك تريد تصور. يا أخي قد يكون ناس مثلا موجودين مثلا فقدوا أبناء، فقدوا مثلا أخوان، هل هذا معناه بأنه الناس تجتمع لأجل هذه المصيبة فقط؟ لا، ليس هو هذا الهدف. مسألة فقط أن نأتي بأنين ثكالة وخلاص الناس تنتهي، وبعدين بعد المجلس تجلس تأكل وتضحك، هذا ليس هو المطلوب. ولكن البكاء الإيجابي المستتبع هو البكاء الذي يجذر معنى واحد، وهو الولاء والبراء، الولاء للإسلام ولرموز الإسلام، والبراء من أعداء الإسلام وأعداء رموز الإسلام. وهنا نأتي للمحور الثالث. أنا وقتي ضيق، وهذا بحث يعني يحتاج إلى وقت، ولكن بشكل عجالة، ولدينا الخطيب الذي سيقرأ بعد قليل. هناك حتى في مسألة البكاء الإيجابي على الإمام الحسين هناك درجات. أريد أن ربما أنا الآن قاعد أدخل جوانب علمية وليست يعني تاريخية وما إلى ذلك. أولا، مسألة البكاء حزنا وأسى لما وقع على العترة الطاهرة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مدلول الآية، وما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. المودة في القربة، إن لابد الإنسان إذا أراد أن يكون مؤمنا وإنسان مقبول عند الله سبحانه وتعالى يكون عنده تلك المودة التي عن طريق هذه المودة يستطيع أن يقول أنت يا أبي عبد الله وأنتم أهل البيت أهم من أبي وأمي. شوف الآن عندك أكبر مسألة، أبر من؟ تبر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، بعدين طبعا تيجي الزوجة والعيال وما إلى ذلك، ولكن أهل البيت يكونون أقرب إليك. هذا المعنى، أن الإنسان يحزن لما وقع على العترة الطاهرة، وهذا يعطي ارتباط قلبي. هذا مدلول كلام الإمام الرضا سلام الله عليه عندما يقول يوم الحسين أذل عزيزنا.
هذا العزة المطلوبة لأهل البيت، هذه المكانة المفروضة التي هي زبدة مجهودات النبي بل الأنبياء، كان من المفترض هؤلاء يكونون بالدرجات الأعلى، وتراهم مظلومين، مضطهدين، مشردين، مختولين، مظلومين وما إلى ذلك. لذلك هذا الجانب عندما يستشعر الإنسان في ذاته يرتبط ارتباط قلبي، هذا جانب، هذه درجة من الدرجات. لكن الدرجة الثانية تأتي في مكان مرتبة أكبر، وهي أن معرفتنا للحسين بأنه يرسخ هذا الارتباط قيم ومبادئ أبي عبد الله الحسين. أنا مرة أحزن أن أبي عبد الله الحسين ظلم وكذا، وهو ذات المكانة وأهل البيت ظلموا، نعم هذا مطلوب، ولكن عندما ذلك يرجع علي بالمردود وأنا أرتقي وأنا أرتبط ليس بأئمة أهل البيت كناس أولياء وأصفياء وما إلى ذلك، لا، ولكنهم شعلة من يعني الشعلة الأسمى التي أرادها الله أن تنشر القيمة، أن تنشر الدين. عندما أرتبط بهذا الارتباط وأبكي لذلك حزنا على أنه المبادئ قتلت بمقتل أبي عبد الله الحسين، أن الدين أريد له أن يقتل، هذا يرتقي بالنفس. هذا الذي طبعا عندما نستحضره نعرض فعلا أنه نحن نستطيع أن نكون امتدادا لأبي عبد الله الحسين. هذه بالنسبة للدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن عندما نستشعر بأن البكاء هو الذي يبعث فينا الحركة. الأولية شنو كان؟ والله حزن على أنه أولياء وأصفياء ظلموا وسفكت دماؤهم وانتهكت حرماتهم. ثانيا أنه هذا المبدأ وهذا الخط ظلم، وهذا الشعلة أريد لها أن تنطفي. هذه مسألة ثانية البكاء لها. ولكن المرتبة الثالثة لا، مرتبة أسمى، وهي أني أنا بناء على هذا البكاء أتحرك، بناء على هذا البكاء بعد المجلس، بعد ما أذرف الدمع عقب المصيبة، عقب الأبيات النعية التي أسمعها، وأنا أسمعها أرتب حياتي بأنه مستقبل أمري يكون من أجل أنا أن أكون أنا حسين كذلك، أنا أيضا أكون من أرادوا أن يطفوا نور الله، أنا أكون جزء من هذا النور، أنا أكون فاعل، مو أروح البيت فقط هالشكل، صحيح مسؤولياتنا موجودة، ولكن أنا أكون مكمل لهذا الدرب، أنشر دين الله، أسعى للدعوة إلى الله، أسعى لرفع مبادئ أبي عبد الله الحسين. هذا البكاء الثالث الأسمى، وطبعا هذا الذي يعني طبعا الوارد في الروايات مسألة أنه الإنسان عندما يستشعر أنه مسؤول ومطلوب منه أن يتحرك. البكاء الرابع وهو أعلى درجة هو البكاء بقصد الارتباط قلبا وقالبا بهذه الهالة الإلهية، الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. أن تذوب فيهما في الرسول في أهل بيته، أن تذوب. هل يوجد في من بدء الخليقة أحد أرقى من النبي وأهل بيته الخمسة من أهل الكساء والأربعة عشر معصومين؟ نحن نعتقد وهذا ما ورد في الأحاديث بأنهم أرقى من درجات الأنبياء هؤلاء الأربعة عشر معصوم. ارتباط قلبا وقالبا، أن تذوب فيهما، أن تستشعر أنك جزء منهما، لا تكون بعيدا عنهما، تستدعي مسألة واحدة أساسا وهي مسألة المعرفة. هذا الجانب الأساس الأرفع الذي يعتلي بالإنسان، يجعل من الإنسان شعلة حقيقة، المعرفة. لماذا كان
للزائر للحسين والله مثلا الزيارة أحسن من كذا حجة وكذا عمرة. لماذا كان للزائر للحسين الجنة ضمنا لهم؟ روحوا للحديث والروايات بتشوفون كلمة واحدة، كلمة واحدة، من زار الحسين شنو؟ أحد يقول لي؟ ها؟ أحسنتم، عارفا بحقه. المعرفة، كما أن الإنسان لماذا خلقنا؟ لعبادة الله، وعبادة الله هي معرفة الله كما ورد في الآيات وعلى لسان مولانا أمير المؤمنين. المعرفة أساسا، إذا عرفنا الحسين وعرفنا أهل البيت وعرفنا هذه القيمة وصرنا ذائبين فيه، ها؟ عندما نذوب هو فعلا نحن نكون جزء منهم. كما أنه لاحظوا يعني فقط استرشادا، ها، كما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أن ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، ها، يذوب هو في الإسلام، ذوبان في الإسلام والذي يشعل لك هذه الثورة المباركة وما إلى ذلك. إذن بكاء معرفة، زيارة معرفة، شو الفائدة؟ شكد ناس يجون، ما أكثر الباكين على الحسين ولكن أقل العارفين على الحسين. كما أنه الإمام زين العابدين يقول ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، شقد في بكاء ولكن المعرفة هي التي ترتقي بالإنسان، معرفة الزائر العارف. إذن عندما نعرف وفعلا نعرف هذه القيم ونذوب فيها هو الذي وصلنا إلى شيء غريب عجيب تجده في الروايات. النبي صلى الله عليه وآله يقول، أو الإمام الصادق يقول، إن الباكي على الحسين قد أدى حقنا. عجيب، قد أدى حقنا، هم الذين حقهم لا يدركه إنسان، لا يستطيع أحد أن يدركه، حق الأئمة من أهل البيت. شكد لهم حق على الكون، على الكون، على الملك والملكوت. هؤلاء فعلا إذا أنت عرفت القيمة، عرفت مغزى الحسين وأهل بيته وذبت فيهم، عرفت تكون أنت أديت حق الأئمة. شوف شقد في الشخص الذي يؤدي حق الأئمة، ها؟ هؤلاء الذين ندعو الله بحقهم وبفضلهم نؤدي حقهم. لحظة أنا بختم، أحاول أختم. السيدة الحوراء زينب سلام الله عليها كانت تبكي على الإمام الحسين. قولوا لي، السيدة الحوراء زينب أمام أعينها، هو أولا كان لها ولد في كربلاء ولا ما كان؟ ها؟ بعض المحققين يقولون أكثر من ولد، كان عندها عون وجعفر بن عبد الله، بعضهم يقول عون، بعضهم حتى يأتي إلى ثلاثة. زين قولوا لي يا جماعة، إحنا شقد نسمع من الخطباء أنين زينب وبكاءها وكذا على الإمام الحسين. قولوا لي، أحد منكم شاف بأن زينب بكت على ولدها؟ أحد سمع؟ أحد قرأ في كتاب؟ زين هي شنو؟ قلبها جامد؟ لا، طبيعي، أكيد أن زينب بكت على ابنها، ولكن بكاؤها على الحسين بكاء آخر، بكاء ثاني، بكاء لأن هذا هو القائد، هذا هو نور الله على الأرض. إحنا شقد عندنا، أنت لاحظ عزيزي، الله لا يفقد أحد عزيز من عنده، لا أخ ولا ابن. إذا الإنسان لا سمح الله ذاك البعيد، إذا 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 فقد في حادث سيارة أخوه وابنه، يحزن أكثر على من؟ أكيد يحزن على ابنه. ولكن السيدة الحوراء زينب، هذه بنت أمير المؤمنين، هذه تربية حضن أمير المؤمن والزهراء، تعرف القيمة. ها، كثير أمهات في كربلاء نجدهن يقولون لعيالهم روحوا لمن؟ لهذا، هذه الشعلة. أصحاب أبي عبد الله الحسين فداهم، تربيتهم، ها، هذا للإمام الحسين سلام الله عليه. عندما تجد بأنهم كلهم يفدونك، كل ما يقولون بأبي أنت وأمي يا حسين،
ليش؟ لأن هذه القيمة العالية، لأنهم ذابوا. لماذا كانت للسبعين ونيف هؤلاء مكانة عالية لا يرتقيها المؤمنون حتى الخلاص؟ لأنهم ذابوا في الإمام الحسين، ذابوا وعرفوا الإمام الحسين سلام الله عليه. نحن أيضا لاحظ نبكي ليس لبكاء فقط انه فلان فقد عزيز ولد او كذا او كذا او فلان حصل له كذا، لا، حتى نبكي بكاء العزة عندما نسمع في 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 السيرة ان العباس ها يجاوب شمر اللعين، ها، لا اتؤمنوني اتؤمنني وابن رسول الله لا امان له. هذه استدعاء دمع لدينا، لأنه نبكي للعز، نبكي للمعرفة أن العباس عنده تلك المعرفة. أنتم تعرفون من العباس، تعرفون مكانة العباس ومعرفته، فداء أصحابه كذلك. الأنبياء والأولياء من آدم ونوح ورد في روايات حتى أهل السنة بأنهم بكوا على الحسين سلام الله عليه. ليش؟ لأنه فعلا هذا الامتداد. ليش يكون، ليش تكون هذه الثورة هي الأساس حتى ظهور الإمام المهدي؟ ليش يكون شعار الإمام المهدي يا لثارات الحسين؟ لأنه فعلا هذا الامتداد النور الإلهي، نهاية أصحاب الكساء الخامس من أصحاب الكساء، هذا النور الإلهي لابد أن يقدر، لابد أن يجذر، ولابد أن الدين يصلح بذلك. لذلك أقول نحن لابد أولا أن ننتبه أننا لابد أن ننتبه بأننا لابد أن تذرف من عيننا الدموع. عزيزي ما أخاطبكم، أخاطب بعيد، يا بعيد ذاك إذا شفت بأنك في نفي جت العشرة وما ذرفت منك دمعة، اعرف أنه في مشكلة عندك، اعرف أنه في مشكلة عندك، راجع نفسك. هل أنت في 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 بعض الليالي في الليل تبكي خشية لله؟ إذا ما تبكي تحتاج تراجع نفسك، تحتاج ترجع. إذا اكتسبت تلك المعرفة واكتسبت معرفة أبي عبد الله الحسين والمعرفة وحاولت أن تذوب من الإمام حسين، الدمعة تذرف من عينك عزيزي. إذا ما ذرفت الدمعة فعندك مشكلة، هذه قسوة القلب مشكلة. لاحظوا إحنا في خلال الخمسين سنة أربعين سنة مثلا أكثر ناس اجتمعت وبكت لأشخاص موجودين في عصرنا مثلا، أنا يعني في منتصف الخمسينات مثلا يعني من العمر شاهدنا مثلا استشهاد السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وكان يوما أسودا ولا زلنا نذرف عليه الدموع. السيد الشهيد الصدر المؤمنين الشيعة شكد بكوا عليه بكاء مرا، بكاء حارا الذين عرفوا الشهيد الصدر. ثانيا عندما توفي السيد الإمام الخميني، السيد الإمام الخميني توفي يعني في المستشفى، ما ضرب بسيف ولا كذا ولا طعن بالبروح، ولكن شكد الناس اللي عرفوا هذه الهيبة المحمدية صلى الله على محمد وآل محمد، هذه الهيبة المتمثلة في السيد الإمام الذي ذاب في الإسلام. لاحظوا كم بكينا حقيقة ذلك اليوم. الجميع يخبرني وهالشكل، وانتم ربما الكثير منكم يقول حقيقة عندما كنا نسمع بأن الناس خرجت عن بكرة أبيها ولم يعني كذا، باكين على الإمام الصادق أو على الإمام الكاظم أو على الإمام رضا، ما كنا نستشعر. بس لما شفنا هالملايين ملايين كأنك الواحد فاقد عزيزة، فاقد ابنه حقيقة. عندما نعرف قيمة الفقد والقيمة المستشرة التي تجعلنا نداوم المسيرة، نكمل المسيرة، نكون ذائبين، هو المطلوب منا. لذلك هذا البكاء الأساس في كربلاء. الأئمة سلام الله عليهم كانوا يبكون بكاء مرة. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول يوم الحسين قد أطرح الجفون، يوم الحسين أطرح الجفون وهو المعصوم وهو الأمير. يقول ذلك عندما يقول لأبي عبد الله الحسين بكاء معرفة، بكاء علم، هذا البكاء الشديد الذين يبكونه. لاحظوا أعزائي هذا البكاء المطلوب الذي يزرع فينا
المجاهدين في سبيل الله من شيعة أهل البيت من محبي أبي عبد الله حقيقة يأتون بهم بالروادين وبالخطباء يقرون لهم يعزون ويروحون للجبهات لجبهات القتال في جنوبنا وغيرهم لأن هذا يزرع فيهم الحماس يزرع فيهم الإقدام هذا المطلوب من بكاء من بكائنا البكاء في كربلاء كان بكاء حقيقة عظيما الإمام الحسين سلام الله عليه كم شهدنا في مسيرته انه بكى على مسلم العقيل ولكن البكاء كان بكاء هادئا هذا بكاء لظلامة اهل البيت بكاء لظلامة الاطفال بكاء لظلامة اهل البيت كان يبكي ابي عبد الله الحسين نعم كان يبكي ابي عبد الله الحسين ولكن كان مرات يجهش بالبكاء ويرتفع صوته بالبكاء وهو عندما يقتل العزوة من اهل بيته يقتل هؤلاء الشباب يقتل هؤلاء الاعاظم من اهل البيت يرتفع بكاؤه ان فعلا